التقى وزير الخارجية والهجرة بدر عبد العاطي بكبار الكتاب والمفكرين في حلقة نقاشية مطولة بجريدة الأهرام التي شهدت تفاعلا حول التطورات الإقليمية والدولية وتأثيراتها على المصالح المصرية. شدد عبد العاطي خلال الحلقة النقاشية على محورية الدور الذي يطلع به المفكرون وقادة الرأي في زيادة الوعي المجتمعي بقضايا السياسة الخارجية، لا سيما في ظل الاضطرابات الإقليمية المتشابكة غير المسبوقة وتداعياتها المباشرة على الأمن القومي المصري. كما استعرض عبد العاطي باستفاضة محددات السياسة الخارجية المصرية واستعرض موقفها من الملفات الإقليمية والدولية.